لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف. تغيير مشهد الشارع السني بشكل كلي. كشفت أوساط سياسية عن معطيات محيطة بالانتخابات متعلقة بدعوة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للشارع السني للمشاركة الكثيفة اقتراعاً في الانتخابات المقبلة. فهل يفعلها الحريري ويدعو في كلمته المرتقبة عشية عيد الفطر جمهور تيار المستقبل إلى المشاركة والاقتراع في الانتخابات النيابية؟ ومشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولاً منع الحرب الأهلية في لبنان، وثانياً حياة أفضل للبنانيين. وفي السياق، كشفت أوساط سياسية مطلعة لموقع لبنان ديبيت عن مفاجأة يستعد لها الرئيس الحريري، حيث سيطلق موقفا متمايزا في غضون أسبوعين، أي قبل الاستحقاق بأيام معدودة، وذلك في ضوء تغيير مشهد الشارع السني بشكل كلي نتيجة المخاوف والقلق من ترك الساحة السنية هبة للأطراف السياسية الأخرى. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبدون من لحمهم الحي كلفة الإنكار. ووفق المصدر نفسه، تيار المستقبل يشهد انقساما واضحا على مستوى المحازبين والجمهور، حيث أن قسما منه يؤيد قرار المقاطعة والقسم الآخر يدعم قرار دار الفتوى بالمشاركة في الانتخابات وعدم ترك الساحة للفراغ. ولكن حتى الساعة ما من مرجعية واحدة لتوحيد الموقف، على الأقل حتى نضوج ظروف القرار المستقبلي. زعيم الأمة الله حريرك تستدرك الأوساط بحسب موقع لبنان ديبيت مؤكدة أن ما من شخصية قادرة على الحلول في موقع الرئيس الحريري أو وراثة زعامته ودوره، وقد تشرزمت الساحة السنية في غيابه، كون الجمهور السني وتحديدا جمهور المستقبل والذي تضامن مع قراره بالمقاطعة والتف حوله وأيده بات اليوم يشعر بالظلم والأحباط ويخاف من الفراغ، خصوصا أن منسوب الحماسة والمنافسة بين اللوائح التي تدور في فلك الحريرية السياسية بدأ يتزايد ويلقي بثقله على معادلة الأرض.